السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، في هذا الفيديو غادي نقوم بتحليل الصور ديال الشاحنات الفقرورية الكربونية التي قيل أنه تم قصفها في المنطقة العازلة من الطائرات المسيرة المغربية. طبعا الحال نحن في الفيديو السابق لم نقم بتأكيد هذه المسألة هذه ولم نقم بنفي هذه المسألة هذه، طالما أنه لا يوجد تأكيد من مصدر يمكن الاعتماد عليه بشكل رئيسي أيضا. وطرحنا احتمالين في الفيديو السابق، قلنا الاحتمال الأول يمكن تكون مسرحية مفبركة كما هو العادة من خلال النظام العسكري الجزائري وأيضا مرتزقة البوليزاريو حتى يجد النظام العسكري الجزائري متنفس من الأزمات الخانقة والطوابير في الداخل الفقروري. لكن في هذه الصور متابعينا الكرام غادي نقوم بالتحليل ديالها، لأن بزاف الناس انتبهوا لهذه النقطة هذه ديال هذا الثقوب اللي كاين هنا في هذه الشاحنات، وقالوا يمكن على أنها تكون عملية إطلاق الرصاص، ثقوب ديال الرصاص. وهنا جبت لكم بعض الأمثلة متابعينا الكرام باش نتأكدوا من هذه القضية هذه أو لنقوم بالمقارنة، لأنها بالفعل تقدر تكون آثار ديال الرصاص ولكن في نفس الوقت تقدر تكون شظايا ديال الانفجار. هنا على سبيل المثال هادو آثار ديال الرصاص التي تخترق مثلا هاد الشاحنة هنا اللي جبت لكم المثال ديالها، وأيضا هناك أمثلة أخرى غادي نشوفوها هنا. على سبيل المثال هذه أيضا آثار ديال الرصاص اللي كتخترق الجسم ديال السيارة أو ديال الآلية، ولكن نشوفوا على أنها تقريبا مماثلة لما يوجد في هاد الشاحنة هذه. ولكن في نفس الوقت ما يمكنش نحكمه بشكل اكيد على انها اثار رصاص، لان حتى الشظايا ديال الانفجار كتخلق تقريبا نفس الاثار، الشظايا ديال الانفجار، لانه حينما يكون هناك انفجار كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره مثلا كتكون هناك تقريبا نفس الاثار ديال الرصاص. لان الشظايا شنو هي؟ الشظايا هو ان الاجسام المحيطه بالانفجار او مثلا القطع اللي كتكون في المكان ديال الانفجار كتمشي بواحد السرعه عاليه جدا تقريبا في حال الرصاص، وكتخلف هاد الاثار هادو اللي كنشوفوهم هنا اللي كيتشابهوا مع اثار الرصاص. ولذلك قلت على انه ما يمكنش نجزموا 100% على انها اثار رصاص. هنا مثلا هذه اثار ديال الشظايا، هذه شظايا اصابت هاد الاليه هذه، وكيف ما كتشوفوا حتى هي كتخلف هاد الثقوب. هنا على سبيل المثال ايضا شظايا، هادو اثار ديال الرصاص اللي هما تقريبا نفس الاشكال اللي كاين على هذه الشاحنه هذه، وبالتالي ما يمكنش نحكموا 100% واش هي اثار رصاص او اثار ديال الشظايا. ولكن كما قلت لكم متابعينا الكرام، فان جميع الاحتمالات ممكنه، كل شيء وارد طالما يوجد هذا النظام الغبي والمغفل الذي اعتدنا منه ان يضحي ليس فقط بجنوده وانما ايضا بالمدنيين فقط من اجل ان يكون هناك موقف او يكون هناك مكسب لهذا النظام الغبي والمغفل بهذه الطرق القذره والعشوائيه. فهنا متابعينا الكرام كما راينا هذه اثار رصاص ايضا، عفوا، ثم اثار ديال الشظايا، وبالتالي ما يمكنش نحكموا 100% اشنو وقع لهاد الشاحنات. ولكن غادي ننتظروا، لانه لو كانت في المنطقه العازله فالمينورسو غادي تقوم بالخدمه ديالها كما قامت في المره الماضيه، لانه في المره الماضيه خرج النظام العسكري الجزائري خرج في بيانات رسميه يقول على انه سوف ينتقم وسوف تكون هناك رده الفعل وما الى ذلك. ولكن حينما صدر التقرير ديال المينورسو اللي كانت في عين المكان فرفعت التقرير الى مجلس الامن، ثم راينا ان النظام العسكري الجزائري ما بقاش كيتكلم، يعني سكت، بقاش كيتكلم على هذه القضيه تماما، لان هذه الشاحنات ما عندهاش الحق تدخل للمنطقه العازله باي شكل من الاشكال، والمنطقه العازله هي مناطق محرمه. فبالتالي متابعينا الكرام لا يمكن ان نجزم واش هذه اثار رصاص او شظايا. في كل الاحوال غادي نستناو، غادي ننتظروا معلومات اضافيه ونشوفوا ان كان هناك تقرير ديال المينورسو اللي غادي يكون بطبيعة الحال، لأنه إلا كانت في المنطقة العازلة فالمينورسو خصهم يمشيو ويقوموا بالعمل ديالهم. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.